انت ايه اللي عايزه من الرئيس القادم؟ يعني بص للناس محدود الدخل والناس معدوم الدخل والناس اللي ما عندهاش اشغال. اتمنى ان الحاجه ترخص عشان خاطر العريس تتجوز، كل حاجه غاليه، الاجهزه الكهربائيه غاليه، كل الحاجات اللي الملتزمات اللي اي بيت محتاجها كلها بقت غاليه. تطبيق مفهوم العداله الاجتماعيه بين جميع المواطنين بلا استثناء وبلا اي امتيازات. انا بتمنى في الرئيس القادم انه يستكمل هذه المشاريع العملاقه للمرحله القادمه، وان الشعب يبتدي يلمس النتيجه في الفتره القادمه. والله الحفاظ على مصر من الارهاب زي ما بيحصل دلوقتي يفضل على نفس المسيره، دي حاجه. الحاجه الثانيه الطبقه المتوسطه بدات تنحدر، يقدر يعمل لها ايه؟ يحافظ عليها، يعني اهم حاجه مصر بس ما تروحش مننا. ايه مواصفات الرئيس الجديد من وجهه نظرك؟ الضمير، الضمير. ذو شخصية قوية، يتمتع بكاريزما رئاسية، يعني يكون قوي، ان هو يحافظ على تراب الارض، انه احنا نرجع لمكانتنا الاصلية تاني في الدول العربية وفي الدول الافريقية. يعني امين، حريص على البلد اكتر من حرصه على نفسه. هتشارك في الانتخابات ولا لا؟ طبعا لازم اشارك، ده دوري كمواطن مصري. مش عارف لسه. انزل انزل قول رايك. لا لا لا، انا بالطبيعي لازم اشارك فيها واشارك بقوه. طبعا هشارك، ايوه بدون شك، طبعا اكيد. طبعا اكيد ان شاء الله بشترك، هشارك في الانتخابات.